بسم الله الرحمن الرحيم وعلى بركة الله شواطنا متواصلة في صباح هذا اليوم. الشوط الخامس تعلن انطلاقته ومحمد بن عبد الله بن بدر العامري يسيطر بشاهين وينتزع المركز الأول وينطلق بالشاهينية إلى الصدارة كتسجل الحضور الثاني في صباح هذا اليوم. تمنياتنا له بالتوفيق ولكل الأخوة المشاركين. نقلة إلى المركز الثاني، المركز الثاني شواهين راشد بن شليويح الجابري، المركز الثالث شاهينية أحمد بن حمد بن مبارك الشامسي، نقلة إلى المركز الرابع الشاهينية حق محمد بن مسلم بن متعب العامري، والرابعة مقعها الرابعة نعم الخامسة لحمد بن محمد بن قرين العامري. لكن نعود مع بن بدر، نعود مع محمد بن عبد الله بن بدر العامري، سيطر بالشاهينية، سيطر بالشاهينية إلى المركز الأول منذ بداية الشوط حتى هذه اللحظات. الشامسي يرفع راية الخطورة، أحمد بن حمد بن مبارك الشامسي من يقدم الشاهينية باحث عن النقطة الثالثة وسجل اليوم التوقيت الأفضل بالشوط الأول 2:13 بانفراد التوقيت مع ابو فيصل، وسجل 2:15 ببكره اخرى يبحث عن النقطه الثالثه في صباح هذا اليوم. بن بدر مسيطر والخطوره وارده، الخطوره وارده، الامور غير مطمنه. يا بن بدر شوف اللي وصلت، شوف اللي قادمه، الله مهابه راشد بن عبيد بالبحري المحرمي، وصلت مهابه، تحركت مهابه، انطلقت مهابه، شوف اللي جاي، وصل ابو حمد، وصل بن مية سعيد بن حمد بن مية العفاري في اللحظات الأخيرة بدأ بالقدوم. لكن هني هالعرض، مهابة راشد بن عبيد بالبحري المحرمي ينتزع المركز الأول بهذا الشوط، وبانفراد الثاني الجزيرة سعيد بن حمد بن مية العفاري، المركز الثالث لمحمد بن عبد الله بن بدر العامري. التوقيت 2:19، تهانينا والناموس لمالك مهابة راشد بن عبيد بالبحري المحرمي يحقق الفوز والانتصار.